يقول رأى أمير المؤمنين عليه السلام جابر بن عبد الله الأنصاري قد تنفس الصعداء. قال له يا جابر علامة تنفست؟ يعني ايش صاير؟ شنو هالنفس هذا؟ هالألم هذا اللي فيك؟ هالنفس المصحوب بهم المصحوب بألم، علامة تنفست؟ على الدنيا؟ هذا على الدنيا علشان الدنيا؟ وجابر بعد صادق، شنو قال له على طول؟ قال له جابر نعم تنفست أنا على الدنيا. شنو قال لأمير المؤمنين عليه السلام؟ قال له يا جابر ملاذ الدنيا سبعة: المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع. فألذ المأكولات العسل، بعدين وضح له من وين هالعسل، وهو بصق من ذبابة. وأجل المشروبات الماء، وكفى بإباحته وسياحته على وجه الأرض، سائح ورائح كل مكان، يشربه المؤمن والكافر الكل يشربونه. وأعلى الملبوسات الديباج الحرير، يقول هذا أعلى الملبوسات الديباج الحرير، وهو من لعاب دود، معروف الحرير من دودة القس. وأعلى المنكوحات النساء، أعلى المنكوحات النساء، وهو مبال في مبال ومثال لمقال: وإنما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما فيها. وأعلى المركوبات الخيل وهي قواتل، الخيل الحصن، يقول هذا أعلى المركوبات وهي قواتل. قواتل يعني شنو؟ ترفس تقتل، أحيانا تقلب على صاحبها. وأجل المشمومات المسك، وهو دم من سرة دابة. وأجل المسموعات الغناء والترنم، وهو إثم، يقول هذه كلها الأمور الدنيوية إذا بغيت تشوفها. بعدين أمير المؤمنين سأل جابر قال له فما هذه صفته؟ لم يتنفس عليه عاقل، اللي هذه صفته، أكو عاقل يتنفس الصعداء على دنيا؟ هذه مكوناتها وهذه أمورها، أليس كذلك يا جابر؟ تفكر فيها بعد. قال جابر بن عبد الله الأنصاري فوالله ما خطرت الدنيا بعدها على قلبي.